غالية. انت فاكرة لو قلت لأهلك يقدروا يحموك مني؟ وحتى لو طلعت سري الناس هيقولوا عليك مجنونة، ولو راحوا الأرض مش هيلاقوا أي أثر للجثث. مين اللي يصدق إن الحجة حسنيان تاجر مخدرات؟ وخليك فاكرة اللي قلتهولك، اللي يدخل الساقية ويحاول يطلع منها يتهرس. للحكومة ولا الجن الأزرق يقدروا يثبتوا علي حاجة. أنا في حما ناس كبار قوي، الناس دي ممكن يوصوا أي مطرود يخبط شهد بالعربية وهي طالعة من الجامعة، وبعد كده يخلصوا منه. قومي قومي قومي. عاملين فنجان قهوة بيديك الحلوين دول يا غالية. يلا تعالي نامي، وقف المكنة اللي في دماغك دي. يلا بقول لك تعالي نامي. عارف انك هتحاول تستعميني. انت فاكر ان انا نايم على ودان يا زهار؟ ليه؟ انا جالي تليفون ان ولد احمد عيان. احمد وانور في فرح واحد صاحبهم في جنة. انت عرفت؟ تحب تشوف احمد؟ قدامي قدامك. امشي. اشهد
مفجعين من الفرح. خدتهم عندي أمانة، لو ما كنتيش استندلتي كنت رجعتهم لك تاني. بصي يا ساتر رب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا ساتر رب، ولادي ولادي ولادي. إيه ده؟ أنت لسه ما وقفتيش المكنة اللي دايرة في دماغك دي؟ لا وقفت وقفت. بس يا بنتي، بس يا دنايا، بس بس يا عيال يا عيال، كفاية حرام عليكم عينيكم. عيني عليكم من اللي انت امبارح ما سكتوش. لا حول ولا قوة إلا بالله، اعمل ايه انا دلوقتي؟ ما تكلم ابويا يمه، اكيد رشاد مش هيفوت له طبق. يا بنتي الحاج واخد على خاطره من رشاد، وخايفة لو عملت كده اشعلل الدنيا بينهم. بس إيه؟ بس يا دنايا، بس اللي عندي بتبكي ليه يا امه؟ بس يا اختي بس، عايزين نروح لامهم يا شعب. اوه احنا مش هنخلص عاد من الموضوع ده يا ولدي، دول عيال برضو، حرام عليك تقسى عليهم كده. هي اللي استكترت نفسها عليهم يا امه. وهم ذنبهم ايه؟ مش كل حد بيحصل له حاجه بيبقى له ذنب فيها. يا ولدي يا ولدي، العيال ما لهمش ذنب في اللي حصل بينكم. يا امه بعدين هي اساسا ما طلبتش تشوفهم، والحنيه ما عتتشحتش. هنروح نتحايلوا عليها عشان حنوا قلبه على العيال ولا ايه؟ رايح على فين دلوقتي؟ رايح على الشونه يا اما. هيكون رايح على فين يعني؟ مش لما تفطري الاول؟ ماليش نفس. اخص عليك يا حمد، حتى العيال ما تبعتيش تسالي عليهم. بس بس يا بس يا بس يا ام قدنا غالي، بس اكيد قلبها بيتقطع عليهم. تسلم يدك يا حمدية. قلبي مخلوع على العيال يا بوي، توحشتهم قوي. تحبي أشيع عجيبهم تطمني عليهم؟ لا يا بوي. وله ليه؟ رشاد مش هيرضى. لا ده تلاقيه مستني اللحظة دي علشان يقول لا. لا يا بوي، أنا عارفة جوزي كويس، قصدي يعني ابو العيال. لا ما انا مش هطلبه من رشاد، هطلبه من عمك حمدي، وانت عارفاه ما يفضلكيش طلب. لا ما تطلبش حاجه منيهم. لا هم عايزين يبعتوا العيال يبعتوهم، احنا مش هنتذلل لهم عشان يبعتوهم. ده الام يا بنت لما تحب تشوف عيالها ما تبقاش بتتذلل، ده حقها. لا ما تطلبش من حد حاجه. ادي يا حمدي براحتك. كلمت مرتك يا صلاح؟ لا يا ام مش هكلمها. يا ولدي كلمها واجبر بخاطرها، ربنا سهل. ازهار هتروح لها النهارده. صحيح يا ازهار؟ يا حاجه ان شاء الله، عينيا التنين. ربنا يجبر بخاطرك. الشاي وجدي فطر يا شربات. السنية قدامه زي ما هي يا حاج. ما تيجي ندخل له يا زهار. ها؟ صباح الخير يا وجدي. صباح النور يا ابوي. هيا يا وجدي، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. شربات قالت لنا انك ما فطرتش، قلنا نيجي نفطر معاك. بسم الله الرحمن الرحيم.
يدك يا ولدي، مد يدك يا زهر. هو يا حسنين مد يدي كيف؟ مش لما ولدك ياكل الاول؟ وما احنا جايين ليه؟ وبعدين وبعدين ايه؟ هتفضل الحال اللي انت فيه ده كتير. مكتوب. والمكتوب ما منوش مهروب، والمكتوب عجيبين. لازم تشوف العين. مالك فيه؟ حتى المكتوب دي اول ولي اخر. اطلع يا وجدي شوف شغلك، وهات اخر اللي انت فيه ده. محدش عارف لسه مكتوب لنا ايه. مش جايز اللي جاي احسن من اللي راح. مالك يا ست ازهار، في ايه اللي مضايقك؟ ملهاش يا وجدي، عايز تخضها على روحها ليه؟ كل يا وجدي، مد يدك ورمحمولك على الله. هديني انا عايشه بالطول ولا بالعرض، واخرتها تعرفها، محدش هيقدر ينفد منيها. في الاول والاخر الكفن مالو جيوب. ريحيني يا ست ازهار وقولي لي مالك فيك ايه. هنفضل قاعدين كده زي الحريم ولا ايه يا ابو صلاح؟ حتى اليد البطاله نسى. ماليش مزاج اتكلم في الشغل، مزاجي متعكر. ليه؟ عشان موضوع انشرح يا اخي. وفي غيره؟ والله انت غريب يا ابو صلاح. ساعات احس انك مش طايقها، وساعات احس انك مش قادر تستغنى عنها. بعشره عمر برضك، ومرضاش ان كرامتها تتهان. يا راجل بكره تروب وترجع البيت وتعود المايه المجاريها. انت مش عارف بنت عمك، ها زمانها شايله جواها ولع نار. روح صالحها وقول لها كلمتين حلوين وطيب بخاطرها، هتفك وتليني في يدك على طول. وانا اقول لك واعلمك، انت معلم وسيد المعلمين يا معلم. مرواحي ليها مش هو اللي يخليها ترضى، خصوصا انها تهانت من ازهار، وانت عارف بقى ازهار دي شيلها فوق راسها وزعجه. يلا يلا بينا. سلام عليكم يا انشرح. طب ردي سلام ربنا الاول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه جايه مطربه رجلك ليه؟ عاوزه ايه يا زهار؟ اكده كانك مش مصدق ان انا جايه لغايه عندك في البيت. بعدين ولاد الاصول يعملوا كده؟ طب قولي لي اتفضلي، هتسيبيني واقفه كده على الباب؟ تقفي على الباب كيف ده؟ ما انت تنور البيت واهل البيت كمان. تفضل يا ماما. تتفضل. نسيت اللي حصل منها ومن بيتها؟ اللي حصل مالهاش ذنب فيه، لا هي ولا بيتها. تفضل يا ماما تفضل. كتر خيرك يا ولدي، ما تحرمش منك، ربنا يطول في عمرك يزيد فضلك. تفضل تفضل يا ابو عامر. مصدق ان اليوم ده هيجي. هيجي ان شاء الله يا عايده، حتى لو اضطريت احارب الدنيا كلها. ربنا يخليك لي وما يحرمنيش منك ابدا. احيات حبيبك النبي، ما وحشتكش؟ طبعا وحشتني، وحشتني قوي يا هنداوي. الارض وحشتني قوي يا هنداوي. امال انا جيت ليه يعني؟ لما انت قلت لي انك بتحس ان الارض بتنادي عليا، جالي نفس الإحساس.
حسيت ان الارض بتناديني وبتقولي تعال. بحياه ربك، بحياه ربك يا شيخ، ما تفارقها تاني، احسن انت بتعز على فراقها قوي. ومين يا وجدي؟ مين يعاشرك وما يصعبش عليه فراقك؟ تفضلي. يزيد فضلك يا حبيبي، كتر خيرك. وكنت بحكيها في التليفون على المسيره السلميه اللي عملناها في النجع اللي جنبينا. ما هو العيلتين اللي بينهم طار، ما عجبهمش اللي بيعملوا سيف وزمايله، فطاروا وراهم. وخدنا في وشنا وجرينا، وفي منينا اللي وقع في زريبه، واللي وقع في جناية، وفي كمان اللي دخل في حمار. حلو الحمار دي. عشان كده بنتي لما كانت بتحكي لي عن الموضوع ده كانت فطسانه على روحها من الضحك. والله العظيم ثلاثة يا زهر، ولدي بيقول على بنتك انها ارجل من اي راجل. يا اختي ربنا يخليهولك ويحميه. ومفيش واحد في الدنيا يقدر يمس شعره منها. ده انا مره كنت بقول لها كلمه بحسن نيه خربت الدنيا. بنت طالعه زي امها، ما تحبش الحال المايل. وبعدين يا سيف يا حبيبي، انا ما عاوزكش تزعل من اللي حصل ده. اللي حصل ده حاجه عاديه بتحصل في كل بيت. ده الحاج بردك زي ابوه وما حصلش حاجه. طبعا زي ابوه، امال ايه؟ ده عايزه كلام. وبعدين الحاج حسنين طيب، والد حلال. يلا نشرح، ما ينفعش حبيبتي تفضل قاعده كده. يلا نروحوا البيت. اروح بيت لمين؟ للي هانوني وهان اخوي. وبعدين يعني انت يهمك ارجع ولا مرجعش يا زهر؟ واه كده انشراح. وما انا جاي ليه؟ انا جاي عشان بحبك يا حبيبتي، جاي ارجعك بيتك. وبعدين جوزك زعلان وما ينفعش كمان يعاتب ابوه. عداك العيب يا زهر. يلا حبيبتي قومي غيري خلقاتك دي، خلينا نمشوا. وبعدين اللي حصل ده حاجة بسيطة يعني. حاجة بسيطة؟ يعني أخوي يتضرب ويتهان وتقولي لي حاجة بسيطة؟ يا شيخة حرام عليكي. حرام عليا؟ والله العظيم حاجة بسيطة. يا حبيبتي البيوت مليانة، مش أنت بس اللي عندك مشاكل، البيوت مليانة مشاكل بس بيبانهم مقفل عليهم وما يعلمش بيهم إلا ربنا. قومي يا انشراحي حبيبتي، قومي اسمعي كلامي وتعالي معايا على بيتك. يلا حبيبتي. لا ما رجعش يواصل. يلا انشراح، قومي روحي مع الست ام انور، في حد بردك يكسف الست الكامله دي. كتر خيرك يا ولد، يسلم خاشمك. بقول لك ايه يا سيف، كفايه موضوع المسيره السلميه دي يا حبيبي، لغايه كده وكفايه. ايه قولي له يا ام انور لحسن ما بيسمعش كلامي واصل. ما تخافيش عليا يا ام انور. ما خافش عليك كيف يا ولدي، ما مره تصيب ومره تخيب. يلا انشراح، يلا بينا عاد. طب وانت رضيكي برضك يا ست الستات، يا ست يا عاجله يا كمل يا بنت الاصول، ان انا ارجع بيتي من غير جوزي ما يجي لحد هنيه ويصالحني وياخد بخاطري كمان؟ والله العظيم يا حبيبتي صلاح كان جاي لغايه عنديك عشان يرجعك بيته، بس خاف تكسفيه. مش هتكسفه يا ام انور، انا ضمان تاني. خلاص يلا بينا انشراح، ربنا يهديك يا حبيبتي. يلا. ده اللي بعتناه للحاج محمد عبد المتعال، وولده ممدوح هو اللي ماضي بنفسه هنا اهو. يعني ما بقالوش حاجة عندنا غير ثلاثة طن وبس. أكيد في حاجة غلط. حاج عبد المتعال راجل محترم، ما بياكلش حق حد واصل. أهلاً 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 يا 300,000 مرحبا. صباح الخير يا حاج حمدي. يا صباح النور، أهلاً أهلاً أهلاً، نورت الشونة. أنا كنت قريب، قلت أجي أسلم عليك. يعني لازم تكون قريب عشان نشوفك. والله توحشت القعدة معاك يا حاج، تفضل تفضل. نشكر. إزيك يا أنور؟ ما حدش بيشوفك ليه يا راجل؟ ولا الشغل واخدك منينا وما بقلناش نصيب فيك؟ أنور ديه ودي يعجبك قوي، قايم بشغل الشونة كله والشغل في راسه هنا. عارف عارف، أنا ما عنديش حد زيه. لو
كان حد من عيالي عندي الدماغ والزكاوة دي كنت عملت بدل المشروع 10 وانا حاطط في بطني بطيخة صيفي. ازيك يا انور؟ انا كويس. لا يا زهار، وهي فتحت الموضوع ده معايا قبل كده وقلت لها لا، لازمته ايه نعيده من تاني؟ انا اللي عايز اعرف لا ليه يا بوي. ما انا قلت لها لا بدل مرة 1000 يا زهار. لو انت مش عايز تروح معاها للدكتور اروح انا. لا دكتور لا. خلاص دكتورة. يا زهار انا معايز ادخل في المتاهات دي يا بنت ابوي. متاهات ايه بس عاد؟ ها قول لي يا راشد، انت خايف من حاجه؟ خايف؟ اخاف من ايه يعني يا زهار؟ يعني لو في حاجه قول لي يا اخوي، احنا اخوات يعني ستر وغطى عليك. عارفه يا زهار لو اي حد غيرك بيلمح لي بالحديد الماسغ ده على الطلقه بندقه. ايه مالك تخر راسك ليه؟ كرامتك من كرامتي، عشان كده عايزك تفهمني. يا زهار انت فاهمه الموضوع غلط. خلاص فهمني انت الصح. حاضر يا بنت ابوي، افرضي راحت للدكتوره وما جابتش النتيجه، بعد كده الاقيها بتلف على المشايخ والدجالين وتشحطتني معاها؟ لو لينا نصيب في حاجه هنشوفوها يا بنت ابوي. طيب نجرب وليك عليا. لا مش هجرب يا زهار، وانا قلت لا يعني لا. تفتحيش البيبان المكفوله يا بنت ابوي. قولي لي يا زهار، انت متضايقه من حاجه؟ حد مزعلك؟ لا مين هيزعلني عاد؟ وجدي ده يعرف ربنا وبتاع شغل وملهوش في المشي البطال. انت هتقول لي على وجدي؟ وجدي ده محدش في البلد ما بيحبهوش. تعرف يا حاج لو الموضوع ده حصل انا الدنيا هتبقى مش سايعاني. اصلي شهدي دي لها معزه خاصه في قلبي وربنا يشهد علي. عارف عارف امها قالت لي. يعني انت ما عندكش اي اعتراض؟ اه ما قلت لك يا حاج انا اتشرف بيك وبوجدي. طب لا مؤاخذه يعني في الكلمه، انت هتاخد رأي اخواتها وترد علي ولا الوضع هيبقى ايه بالضبط؟ جرى ايه يا حاج حسنين؟ وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ واه ده انت تملى عين الباشا ومقامك فوق راسي. بس انا حبيت اعرف عشان افرح وجدي. ما قلت لك الموضوع منتهي وقول لوجدي انا موافق. طب ما نقروا الفاتحة. نقروا الفاتحة. صدقيني يما انا ما عملتش اي حاجة تعرك ولا تعر اي حد من عيلتنا. انا عارفة يا بنتي اللي عملته دي عشان خايف عليكي وما عايزاش حد يجيب سيرتك بكلمة كده ولا كده. الف الف مبروك، الف الف مبروك يا شهد، ربنا يتمم لك بخير. مبروك على ايه؟ في ايه يا رزاق؟ الحاج حمدي طلب على تلفونك، ردت عليه الحاجة وقال لها خلاص، جارينا فتحت شات. ايوه يا زهار. بالليل نبقى نفرح وجدي. أنا رايح مشوار لقينا وحرجع على آخر النهار. خدي بالك من نفسك ومن العيال. معقول ياما؟ معقول تكوني موافقة على اللي بيحصل ده؟ شهد انت ما عاوزاش الموضوع ده؟ لا طبعا ما عاوزاهوش، انا مش بقرة بيبيعوها ياما. انت كيف موافقة على كده؟ يا حبيبتي انا وافقت على الموضوع ده لما كنت زعلانة معاكي. كيف ياما تاخدي قرار زي ده عشان زعلانة مني؟ ده مستقبلي. عارفة ياما يعني ايه مستقبلي؟ طبعا يا بنتي
عارفة يعني ايه مستقبلك. وهتعملي ايه؟ هتتخلي عني؟ لا، هو في ام تتخلى عن بيتها؟ يعني مش هتسيبيهم يتجوزوني وجدي غصب عني؟ لا يا بنتي، زي ما دخلتك في الموضوع ده هطلعك مني. ياما قلت لك خلاص اسمعيش كلام ليه؟ وبعدين عملت ده عشان خايفة عليكم وعايزاكم تكونوا احسن ناس في الدنيا. ورحمة ابويا عندك؟ ورحمة ابوكي، من حد يقدر يغصبك على حاجة طول ما امك ازهار عايشة على وش الدنيا. يا ابوي. لا انت بقيتش تشوف حسان ولا ايه؟ لا، ما عشان اشوفه يبقى لازم اروح له. حمدية وانت يا بنتي قادرة واحدة بصحتي. والله ما انا عارفة يا ابوي، ما خايفة ليكون نفسه كسرت واخد على خاطره. قصدك يعني من موضوع امك حمدية؟ يعني يكون شايل في نفسه، شايل ومش قايل. حمدية انت خايفة على زعل حسان ولا على حاجة تانية يا بنت؟ اللي زعل حسان ولا حاجة، التنين يا ابوي. لا ما تخافيش يا حمدية، هو بنفسه قال لي بعضمة لسانه ان ده مش عهد وبس، ده دين في رقبته كمان، بس احنا متفقين نكنه شوية. والله يا اصيل يا حسان، انا كنت خايفة، كنت خايفة اللي تخيب املي فيك انت التاني. ايه مفيش؟ حمد لله على السلامة يا حبيبي، دي طريقة ست تقابل بيها جوزة؟ وانا ايه اللي عملته عاد؟ مكشرة ومسهمة وبتردي على الكد، الطريقة دي ما تنفعش معايا. عاوز نعمل ايه يا حسنين؟ ما انا لسه جايلك اهو، فكيها شوية يا زهر. يلا بينا ننزل لواجد نفرحه. بقول لك ايه يا حاج، عايزين نأجل الموضوع ده شويه عشان بنتي ما تشتغلش بحاجه غير بالمذاكره. احنا مش هنعمل خطوبه ولا كتب كتاب الا بعد امتحان شهد، وانا ما عنديش نظر ولا ايه؟ انا بقول يعني ما فيش داعي نجيب سيره دلوقتي. لا، هننزل لوجدي، جايز الحكايه دي تنسيه اللي هو فيه. انت عارف انا قد ايه بحب وجدي، بس ما عايزاش بنتي تشتغل بحاجة دلوقتي إلا بالمذاكرة، بعدين تسقط. لا، هننزل دلوقتي لواجدي. حاضر يا حاج، اللي تشوفه. وراي. استنى ما احط الطرحة علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صلاح، أنا كنت عند الشرح النهارده. وعملت إيه؟ اتفقت معاها إنك تروح تجيبها، وده شرطها عشان ترجع تاني البيت. ولزموا إيه مروحي؟ لازم نعملوا لها زفة عشان ترجع؟ ولا نوقف أهل البلد صفين في استقبالها؟ إذا كان يهمك رأيي ما فيهاش حاجة لما تروح تجيب مرتك، وتبعدوا الشيطان. صلاح، احنا قرينا فتحة وجدي على شهد، واجب تروح تبارك لاخوك. ازيك يا وجدي؟ طمني، عامل ايه؟ الحمد لله يا ابويا. ازيك يا ست منور؟ الله يخليك، ربنا يخليك ويطمن عليك ان شاء الله. عندي ليك حته خبر حلو قوي. ايه في ايه؟ مش عايز تعرف ولا ايه؟ قولي له انت يا زهار. لا يا حاج، معقوله حاجات اللي زي دي؟ انت اللي تقولها عاد. قولي له انت، جايز يهتم مادام مش عايز يسمع مننا؟ كيف عاد يا حاج، احنا نقدر نعمل حاجه من غيرك؟ ده انت الخير والبركه
والكلام ده انت اللي تقوله بخشمك. اصل شهد بنتي ابوك جرى فتحتك عليها مع ابوي. حتة عروسة زي فلقة القمر. مبروك مبروك يا ولدي، ربنا يكتب لك معاها السعد والهنا. يعني ايه؟ افهم من كده انك موافق؟ وموافقش ليه؟ وجدي ما يتعيبش. ياه يا احمد، ده انت اتغيرت 180 درجة زي ما بيقولوا. اكده احسن ولا تمشي على هواه احسن؟ هم الرجالة خلصهم من البلد. اشمعنى عيلة ابو اسماعيل وعيلة ابو المعاطي؟ كله بيجا واحد؟ لا عمرنا ما نبقى واحد، بس الناس دي كبار في البلد زينا زيهم. كنت فاكرك هتوقف جنبي عشان ما نتورطش اكتر من كده، بس للاسف الورطه طلعت مش فمي وشهدي وبس، وانا اللي مش واخد بالي. دي عن شراح تهمليني وتدخلي وانا ببيتك؟ ما انا اتهنت وانا ببيتك يا صلاح. ما اللي هناك برضو بيتك، هاي بتسيبيه وتمشي؟ اخر حاجه كنت اتصورها ان اتهان قدامك انا واخوي وانت تسكت. كنت عاوزاني اعمل ايه؟ امسك في ابوي يرضيك كده؟ نفسي عز علي يا صلاح، مش قادره اتصور ازاي اتهان في بيتك ومحدش ياخد حقي. كنت فاكره ان ورايا راجل يصون كرامتي. يا اشتراح ده شغل عيال، بلاش يوجع فيه الكبار. يلا يلا بينا. لا دمي فايل دلوقتي، سيبني يومين ثلاثة وهاجي الحال. لا يومين ولا ثلاثة، توكل على الله وروح دلوقتي مع جوز. سيف قالها لك، ما بقيش عندك حجة. انا ايش ضمني ان ولاد المحروس ازهار ما يتربصوش لسيف ويتعاركوا معاه كمان؟ الموضوع ده انتهينا منين؟ وشهدت جرت فتحتها على وجدي، يعني بقيت مسؤولة منين؟ خايفة يا شربات لو وجدي ما يوافقش على شهد. وليه يا حاجة ما يوافقش؟ عشان حكايتها مع الواد سيف. هي حكاية شهد وسيف يا امه. انت هنيه من ميتها يا وجدي؟ لسه جاي حاجة. يعني ما رضيتيش عليا؟ ما تخليش دماغك تروح لبعيد يا وجدي. ده الواد سيف اخو انشراح كان بيترازل عليها، لكن ابوك وقفه عند حده. طب وهي دي حاجة الدارة؟ ما انا كنت هعرفها. والله يا قمر العيلة، البنت شهد زي السكر، كفاية انها بنت ازهار. ها ست كمل ما بيطلعش من خشمها العادي. بعد اذنك يا امه عشان هنداوي مستنيني برا. سلام عليكم. بالسلام. عليكم السلام. كويس ان لحقتك يا وجدي، الف مبروك، ربنا يتمم لك بخير. باركيله انشراح. ما الكحكه في يد اليتيم عجبه. ماشي ماشي، سلام يا وجدي. الله قول لي يا وجدي، ايه موضوع اليتيم وايه موضوع الكحكه؟ يعني ولا يتيم ولا كحكه؟ نورت بيتك يا حبيبتي. الله يخليك يا حجه، والله لولاكي ما كنت رجعت البيت ده. ايه عشان رحت جبتك بنفسي هتتططط علينا ولا ايه؟ ما انا عارفه انك هتجيبني لحد هنا وتفضل تدخلب عليا، وبعدين بعد كده تهزقني. بقول لك ايه، بيت ابوي اولى بيه. يا جماعه وحدوا الله، في ايه عاد؟ الحمد لله على السلامه يا انشراح. ما كرسي داخلين البيت، ايه اللي حصل لك ده؟ ليه عاد المناجره ده؟ هي هتفضل كده لسانها متدري منيها. بقول لك يا حبيبتي تعالي اغزي الشطان، تعالي طلعك اوضتك. يلا سيبيني يا منور، سيبيني عشان الراجل ده بيفور دمي. صح، انت وليه محتاجه البايه. تعالي اوعى يا صلاح. مالك في ايه؟ طب سيبها روح دلوقتي وسيبها تهدى شويه. يلا روح يا صلاح، روح شوف اهل وراك وسيبها دلوقتي. ماشي عشان خاطرك انت يما. يعني كان في طرطشه كلامك ده ان الواد والبيت بيحبوا بعض ولا ماشيين مع بعض؟ محدش عارف الحقيقه فين. عشان كده انشراح ما كانتش فايقه لروحها. عرفت هنداوي مين الكعكه ومين اليتيم؟ عرفت، بس سايق عليك حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام. ما تجيب السيره للحاج حسنين، احسن لو عرف
انني فتحت خشمي معاك في الموضوع ده بالذات مش كويس. ما تخافش يا هنداوي، انت من متى اتضررت بسببي؟ عمرها ما حصلت وان شاء الله مش هتحصل، وانت ربنا يديك على كد نيتك. ما قلتليش انت ناوي تعمل ايه؟ هعمل ايه يعني يا هنداوي؟ هعمل المفروض يتعمل في الظروف اللي زي دي. تعرف يا ازهار، انا اسعد واحده في الدنيا ان وجدي ولدي هياخد شهد بنتك. ربنا يخليك يا حاج. تعرف يا منور، وجدي راجل طيب وقلبه زي اللبن الحليب. طبعا طبعا الشربات. انت حتقولي لها على وجدي ما يعرفها كويس ولا ايه يا ازهار؟ طبعا يا حاجة، ده طيب ولد حلال كمان. تعرف ان وجدي ما يتخيرش عن ابوه، راجل متدين ويحب الخير وصاحب صاحبه ومسامح في حقه، هما الاثنين صورة تبقى الاصل من بعض. ربنا يستر. بتقول حاجة يا ازهار؟ لا يا حاج، مفيش حاجة، سلامتك يا حبيبتي. ايه رأيك يا معلمة؟ لا ممتاز جدا جدا، واسع وبعيد عن العيون، هو ده المطلوب بالظبط. يعني كده اتفقنا. اتفقنا ايه؟ لسه همام وانت تايه ولا ايه؟ مش انت لسه جايل اللي ده اللي بتدور عليه؟ ايوه بس مش رأيي لوحده، ما انت عارف قصدك الكبير. ايوه برافو عليك الكبير. خلاص يا فواز، ما دام انت شايف انه كويس يبقى خلاص، ما انت عارف انا بعتمد عليك في الحاجات دي. اوامرك يا كبير. حاضر، الف سلامه. مبروك يا همام. يبقى الكبير وافق. وافق. بقول لك ايه، نبه على رجالتك يفتحوا عينيهم كويس قوي عشان ما يحصلش اللي حصل المره اللي فاتت. مش هيحصل تاني. وبالليل هجيب لك فلوس الزرعه عشان احنا محتاجين للزرعه دي قوي قوي قوي. ها في طلبات كتير جدا عليها. نفسي اعرف المناحه اللي انت عاملاها طول السكه دي سببها ايه. عشان المصيبه اللي وقعت فوق راسي جت الحزينه تفرح ما تلاقيهاش مطرح. انت ليه بس بتقدري البلاء قبل وقوعه؟ مش يمكن راشد بيه يفرح لما يعرف ان انت حامل وهتجيبي له عيل؟ اتجننتي، ده مش بعيد يكرشني ويطلقني. كل ده ليه؟ لا اهل ولا الناس يعرفوا ان هو متجوز، الحمل والعيل هيعمل له فضيحه وهو في غنى عنها. خلاص تاهت ولقيناها. قصدك ايه؟ تخلصي من الحمل. اسقط نفسي يعني؟ ايوه. هو انت اول واحده تعملي كده؟ ودي اعملها ازاي؟ سيبيلي الحكايه دي، انا هعرف واقول لك. ليه بس عادي يا حسنين؟ عشان انا عايز كده. وعايز كده ليه؟ انت رايح تقابل فواز، لازمتي انا ايه؟ رجعت تسالي تاني، وده مش اللي اتفقنا عليه. يا حسنين، ده شغلك وتجارتك، دخلي انا فيهم ايه؟ انا اللي اقول فيك دخل ولا مالكيش؟ وبعدين دي فرصه نشموا مع بعض شويه هوا. خدي. ايه ده؟ هعمل بيهم ايه دول؟ هتحطيهم في سيالة العباية وانت طالعة معايا. وانا بديك حشيش دي فلوس. انا مش ممكن اذيكي، ده احنا هنتربطوا مع بعض برباط ما يتفكش ابدا. انت نسيتي وجدي وشهد ولا ايه؟ ولا حد عارف كيف يحصل.
على الشارع مشينها وجعنا اوضعنا لما لي رجعنا ومشينها سكت حلاوه مشينا على الشارع مشينها وجعنا اوضعنا لما لي رجعنا ومشينها ولا ليها سعر بيتقدر ليها سعر بيتقدر سلم.